تعالوا نروح لتقرير من الشارع عن آراء الجماهير وتوقعاتها لمباراة منتخب مصر أمام المغرب، وبعد ما تشوف التقرير نرجع نكمل كلامنا. مباراة مصر والمغرب القادمة إن شاء الله في دور الثمانية، أنا بتوقع إن شاء الله فوز مصر، بس بقول كلمة للعيبة إن هم يبقوا رجالة قد المسؤولية، يفرحوا الجمهور، يعملوا مباراة زي مباراة كوتوفوار، إن هم يلعبوا مان تو مان، أنصاف الفرص إن هم ما يحاولوش إن هم يضيعوا فرص، يستغلوا كل نقطة ضعف في فريق المغرب ويلعبوا عليها، لأن ديت مباراة الفرصة الواحدة. يعني بإذن الله 2-1 أو 2-0 بإذن الله. 1-0 إن شاء الله. 2-0 بإذن الله. المباراة تخلص 2-1 لمصر، واللي هيجيب جوان صلاح والنني، واللي هيجيب جوان للمغرب أشرف حكيم. أتوقع 2-1 1-0 ما بين الاثنين دولت. اتمنى نلعب كويس، نلعب روح زي ماتش الكوتوفوار. هنلعب هنكسب ان شاء الله. منتخب المغرب مش هو المنتخب اللي نخاف منه قوي، منتخب كبير وكل حاجه، افضل منتخب في افريقيا، بس ان شاء الله مصر هي تكسب الماتش ان شاء الله. 2-1 لمصر. الماتش هيبقى صعب وتقيل، بس ان شاء الله لو لعبوا بنفس الروح بتاعت المره اللي فاتت هيبقى 2-1 ان شاء الله. بقول للشناوي يا ربنا يشفيك وتقوم لمنتخب مصر تاني. انت حارس مرمى منتخب مصر الاول، وبنتمنى لك الشفاء في اقرب وقت، ان انت تقدر انك انت تفرح وتكمل مع اللعيبه وتفرح بالبطوله ان شاء الله. وبقول لابو جبل ان انت برضو نزلت كنت قد المسؤوليه بروحهم مع بعض اللي احنا شفناه الماتش اللي فات. ان شاء الله ربنا يشفي محمد الشناوي ويوفق محمد ابو جبل باذن الله. ان شاء الله ابو جبل قدها وقدود، وهنتاهل ان شاء الله بكره. الشناوي ابو جبل اي حد في مصر المفروض كله زي بعض، وطالما هو بيمثل مصر وحارس مرمى منتخب مصر فيموت نفسه جوه الملعب. الف سلامه طبعا للشناوي يعني، وما شاء الله ابو جبل نزل وكان قدها، ويعني اتحط تحت ضغوطات كبيره جدا بس قدر يتعامل معاها وظهر بشكل يعني ليق يعني المنتخب بتاع مصر. حقيقه الشناوي اسطوره في الوقت دوت، حارس كبير قوي، صد عمل تصديات روعه في ماتش كوتوفوار، وخرج نزل الجبل، حقيقه ادى اداء روعه، صد ضربه جزاء، عمل اداء كويس جدا في الماتش. حراس المرمى بتوعنا حراس كبار، ولما الشناوي وقف لما جه يخرج الناس يعني شويه كده قلقت. لا ما تقلقوش، في ابو جبل. انا بقول الشناوي زي ما قال برضو في اللقاء كده، اي حد يقف بيمثل مصر. الف سلامه. طبعا كان نفسنا يكون هو في المباراه الجايه، بس ان شاء الله ابو جبل يكون قدها. منتخبنا كبير، احنا بص في القاره من فوق كده يعني ثلاث مرات قبل كده ورا بعضهم، انجاز كبير. منتخبنا عظيم عظيم، ودايما احنا بنعلم من مباراه لمباراه.